ببلدية معندات شمال ولاية سطيف وضمن فعاليات برنامج نشاط مجموعات التفكير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للشباب، كانت قضايا الوعي السياسي لدى الشباب ومشاركتهم في العملية الانتخابية ودورها في الدفع بالتنمية المحلية محاور موضوع ولاية سطيف. نركز على هذه المناطق لنشر وعي سياسي أكثر لضمان مشاركة أكبر، وهذا لتحقيق مستقبل واعد، يعني من خلال المشاركة السياسية ودور العملية الانتخابية في تحقيق التنمية المحلية. هذا ما نصب إليه من خلال شبابنا الذي يمثل الشريحة الأكبر بالوطن الجزائري. الشباب المشارك والموزع على عدة ورشات ليكون الإصغاء والنقاش أقرب حول محاور اللقاء، أبدى اهتماما ومشاركة بجملة من الاقتراحات والتوصيات، لأن الأمر يتعلق بحاضره ومستقبله. نشكر المجلس الأعلى للشباب على إتاحتنا هذه الفرصة وعلى هذه المبادرة الكريمة التي كانت في إطار المسعى، يعني إشراك الشباب وإدخال الشباب في الحياة السياسية بصفة عامة، وفي في الانتخابات القادمة الرئاسيات القادمة إن شاء الله باهي يكون عندهم وعي سياسي واتجاه إلى صناديق الاقتراع، باهي ينتخبوا، كي ينتخبوا إن شاء الله في الاتحاد كي ينتخبوا بقوة أنه نجيبوا حقنا وحق شبابنا واللي نسعوا إليه. تتواصل المنابر الموضوعاتية للمجلس الأعلى للشباب عبر العديد من الولايات لتكلل بالتاريخ الرمز 8 مايو المقبل وطنيا بولاية الأواط.